يا اهلا فيكم اعزائي المشاهدين. من جديد، لم يعد الشباب السعودي يعمل بالاعمال التقليديه، بل اصبح لديهم ثقافه عمل واسعه ومتنوعه الافكار. اليوم حنتعرف على تجربه شقيقان ريان وراكان نقير في مشروعهم اللي عباره عن كافي متنقل. خلينا نرحب بضيفنا في الاستوديو ريان، ومساء الخير. حياك الله، مساء النور، السلام عليكم. عليكم جميعا، معك ريان عبد الله، صاحب مشروع كافي متنقل. نهتم بتقديم القهوة المختصة والسبيشاليتي كافي والحلا. نعم، طيب، صاحب مشروع قهوة متنقلة، بس أنتوا عندكم فكرة ثانية. يمكن تشرح لنا أكثر عن الفكرة، بالذات أنها عبارة عن ترك، وترك يعني زي ما نقول عربية مرة كبيرة. من وين جت لكم هالفكرة، وليش بديتوها هنا في مجتمعنا السعودي؟ الفكرة كانت متواجدة تقريبا قبل 3 سنوات، لكن الظروف ما كانت تسمح ذاك الوقت. بدينا فعليا تقريبا قبل سنة، اختيار الاسم واختيار البراند، اختيار اللوجو. انتوا كلكم شباب سعوديين في هالمشروع؟ نعم، اخوان، 4 اخوان. ما شاء الله تبارك الله. طيب، 4 اخوان بديتوا بهالمشروع، مين جاب لكم فكرة المشروع بداية؟ الفكرة انا صاحب الفكرة، انا واخوي. البداية الافكار موجودة بنيويورك، نلقاها بالليل، نلقاها بيوروب، فحبينا ننقلها لكن بعمل شباب سعوديين يعني. انتوا تميزتوا بحلا. نعم، اللي هو الكريب. خليني ابدا قبل ما انتوا تسوقون للحلا حقكم. من وين، ايش معنى الكريب اللي اخترتوه، وهل منتج اللي ركزتوا عليه واشتغلتوا عليه، من وين جت القصه؟ حبينا نختص بشيء فقط واحد كبدايه. بالنسبه للكريب، الواحد لا شاف الشيء يخبز قدامه وشم الريحة وذاقه هو حار، يختلف عن إذا كان مخبوز قبل أو غيره، وخصوصا الكافي يحتاج معه سويت، فشيء مرتبطين مع بعض، القهوة والحلا. عارف، كنا نتكلم قبل الهواء وقلت لي دلال إنه إحنا مختصين بالكريب، وإحنا ما نعمل الكريب إذا ما عجبهم الكريب. الناس اللي يطلبونه لهم حق إنهم يقولون ما يعجبنا وتطلبون ويطلبون ثاني مرة. هذه الثقة كلها جاية من ثقة المنتج، ولا أنتوا كأصحاب هالمنتج عارفين تركيب هالمنتج؟ الأولاً ثقة بالمنتج، اثنين عطاء خيارات للعميل، وماركتينج بعضها فيها ماركتينج يعني. تونون يعني زي بالضبط. بالضبط. طيب، كيف جت لكم التركيبة؟ أنا ما أبغى تركيبة، بس ساتة تسويتوها، ما طلعتوها بهالنتيجة من فراغ. بالضبط، قعدنا نخلط ونزيد ونعيد. تقريبا لمدة 7 شهور لما طلعنا البلاك كريب. انتوا الـ4 الاخوان؟ انا بالضبط. انت بالضبط. بلاك كريب مو موجود بميدل ايست كامل، شرق يعني الاوسط. يعني نتكلم عن الانواع اللي انتوا طلعتوها. بالضبط، انا اقدم شيء يعني خاص فيني اللي هو البلاك كريب. البلاك كريب مو موجود اليوم بالشرق الاوسط، مو موجود بيوروب، مو موجود بامريكا، حتى فرنسا مو موجود. الفكرة اني انا اقدم شيء مميز، انا قدمت فود تراك، شيء جديد على السوق السعودي، احب اقدم منتجات مميزة. بالضبط، فهذه جت من الافكار. طب ايش الانواع الحلا في الكريب اللي انتم تقدمونها؟ انت قلت لي واحد البلاك كريب انكم متميزين ومتفردين فيه، ايش في الانواع الثانيه؟ بالضبط، احنا فور توينز نقدم 4 خيارات للكريب. في بلاك فور توينز ستايل، يجي هذا اكسترا نوتيلا واكسترا ستروبري واكسترا بنانا. الاوريجينال اللي هو المعتاد. أيوه. الموجود بكل الاسواق تقريبا، لكن تختلف الخلطه والطعام. يكون نفس الكلام، ستروبري ونوتيلا زياده. وفي شيء اللي هو الاورجينال والبلاك يكون عادي، لت الستروبري ولت البنانا. طب خلينا نتكلم شوي على تجربة الفكرة بحد ذاتها، انك تدير انت مشروعك، هذا اول شيء. ثاني شيء، كيف تجربتك وانت تدير التراك، كيف العمل فيها، كيف تبدأون العمل فيها، كيف تبدأون تجهزون فيه؟ هو يبدأ تجهيز اول شيء المواد. هو طبعا اصعب من الستور، لانه تحتاج الستور عنده مستودع. يجي يفتح المحل، ياخذ المستودع، يجهز نص ساعه وهو بادي، بالكثير ماكسيموم نص ساعه وهو بادي. بالنسبه للفود تراك نحتاج 4 ساعات لما نبدا بيع. اول شيء تجهيز المواد، نحط المواد بالسياره، ثم الانتقال لموقع العمل، ويحتاج المواد فريش كمان، يعني مواد فريش يوميا.
مثلا زي الفراوله، الموز، التوت. عندك البيض كمان اللي داخل باخذ منك خط الحين. كل في مواد يوميا فهذه صعبه شوي. ننتقل من مكان من موقف السياره الاساسي الى موقع العمل، هذه تاخذ مننا تقريبا من نص ساعه الى ساعه. اذا وصلنا لموقع العمل نحتاج نطلع الاجهزه ونبدا ننظف ونبدا نجهز، فهذه تاخذ من نص ساعه الى ساعه. فتقريبا قبل البيع نتكلم عن مدة من 3 ساعات ونص إلى 4 ساعات غير ستور اللي يبدأ يفتح على طول. طيب هذا ما قبل البيع، أثناء البيع كيف التجربة تكون؟ أنت تكون متواجد بنفسك؟ بالضبط بالضبط. إحنا 4 أخوان نكون في، أنا غطي الكاشير وغطي الكافي، وأخوي غطي كافي سبيشالتي كافي اللي هي عن طريق التقطير إذا كنت تعرفينها، وفيه الكريب. بس الكافي، خليني ارجع للكافي لو الكريب احنا تكلمنا عنه، الكافي اللي انتم دخلتوا ايش هي انواع الكافيهات ولا عندكم كافي مثلا متميزين فيه؟ لا، بالنسبه للكافي ناخذ من اثيوبيا وناخذ من كولومبيا وناخذ من اندونيسيا جافا وناخذ من تنزانيا، من محامص معروفه ومختصه بالشيء هذا. طيب ومرحله البيع كيف؟ يعني احنا قلنا هالمشروع من المشاريع ممكن نقول القليله اللي موجوده. كيف لقيتوا التجربه؟ الناس كيف تفاعلوا معاكم بالذات شباب سعوديين؟ كسرتوا انتم الروتين والنظره العامه للشباب. بالعكس نلاقي دعم. السياره اساسا وقفتها تسوي ماركتنج لنفسها، مسويه شو تجذب. بالضبط. فحنا عندنا ميزه ان نجذب الزبائن هم مارين، ف كسبنا الميزة الأولى. الميزة الثانية نحرص أنه يذوق ويرجع مرة ثانية، فنحرص على الكواليتي المنتج نفسه لازم يكون عالي وطعمه حلو. طيب تستقبلون طلبات خاصة مثلا أو في خدمة يعني التسويق أو البيع؟ حنا في إطار الآن عمل عربة صغيرة تقريبا عرضها 2 متر. أوكي. تكون هذه تغطي الإيفنتات وتغطي الطلبات الخاصة. طيب معناته السؤال الحين يجي لي، إيش الأماكن أنتم ممكن حتستهدفونها في المستقبل؟ والله الآن حنا في مخرج 2 مقابل مجمع حطين بلازا، مقابل الدنوب تحديدا، نتواجد جميع أيام الأسبوع ما عدا الأحد أوف. بس أنا أعرف التراك هذه أنها تتميز أنها تكون متنقلة، ما لها ما يعني ما تكون في مكان معين. أنتوا متواجدين في مكان ثابت، هل هذا يعني يمشي معاكم؟ لقيتوا أكثر من أنكم تتنقلون من مكان لمكان ولا واجهتكم صعوبة ولا؟ تمام، حنا بدينا تقريبا الآن لنا 2 شهر، رحنا الخبر، رحنا 5 أماكن في الرياض. الفكرة كانت بالبداية فولو مي، تحديد الموقع اتبعني لما يعني لما تجد السيارة. الفكرة هذه للآن ما يعني ما وجدت رواج، ما هي متداولة، ما هي متداولة والثقافة ما وصلت، فصعب الوصول لك. يعني نجي من انستغرام وينكم وينكم، سناب شات بالضبط، ما عرفوا يعني يوصلون للموقع. فثبتنا المكان بحيث انه جميع العملاء انه يجون نفس موقعنا. طيب انتم ما شاء الله كشباب سعوديين وانتم 4 أخوان، الحين يوم بديتوا ما حسيتوا مثلا في معارضه من اللي حواليكم ولا انه مثلا لا انت هذا مشروع صعب كيف حينجح؟ انتم نفسكم توقفون تعملون الحاله تبيعونه، كيف قدرتوا تقنعون من اللي حواليكم انكم انتم قادرين تسوون هالمشروع؟ هو اهم شيء انك ثقه بنفسك. ايه؟ والحمد لله جانا دعم. قبل ما ننزل للسوق قعدنا نتدرب بالبيت تقريبا 6 شهور. الآلات نزلناها بالبيت، بدينا نشتغل بالبيت، كل شيء بدينا بالبيت قبل ما ننزل سوق العمل نكون جاهزين للشيء هذا يعني. فالحمد لله الأمور يعني طيب. ويوم نزلتوا للسوق لقيتوا في اختلاف في صعوبات أنتوا واجهتوها؟ هي والله صعوبات كثيرة من بداية تجهيز السيارة إلين السوق. أنتوا كشباب ما لقيتوا صعوبات؟ لا الحمد لله، يعني بس بالوقت يعني بالوقت يعني. بالذات يعني يمكن وقت البيع مثلا يكون بعد العشاء يكون الجو احسن. بالضبط اي بالضبط. يعني عندنا وقت معين اللي هو بعد العشاء بحسب ظروف يعني الحراره الشمس وغيره. طيب مين ساعدكم في تحقيق احلامكم؟ انكم فعلا حلو لما الواحد يكون عنده مشروع خاص والاحلى من كذا لما انت بتعرف خطوات المشروع من بدايه خلط الحلى الى التكلفه من A to Z زي ما احنا نقول. بالضبط بالضبط، هو لازم الواحد يبدا من الزيرو عشان يعرف المواد اسعارها، يعرف شلون الرجال اللي قاعد بالموقع هذا غير هذا، هذا يستاهل راتب اعلى، هذا يستاهل راتب اقل. تعرف تكوين نفس محلك. بالضبط.
طيب انتم هذا المشروع يعتبر وليد عندنا احنا على المجتمع، بايش تنصحون الشباب انهم مثلا لو يبغون يبداون مشاريع زي كذا؟ والله الان السوق مليان فرص. انصح جميع الشباب بدء، سواء مثلا الان فرصه ذهبيه للبدء بالجوالات والاجهزه المتنقله. الان السوق زي ما انت عارفه العماله طلعت. جميع الشباب السعوديين الان لو يدخلون بالمجال هذا بيغطون شيء كبير وفيها ارباح عاليه. مجال الاجهزه بالكمبيوتر هذه جدا الان فيها. طب لو انا مثلا ابغى ابدا زي مشروع من مشروعكم، لازم يبداون من ايش يبداون يمسكون، يعني زي ما يقولون الخيط الاول؟ الخيط الاول لازم تعرف ان المشروع اصعب من المحل. ولازم يكون في عزيمه واصرار للشيء هذا. ممكن يستهدف يعني يقولون يلا هذا سهل تراك وبدل هم الناس ما تدري ان مثلا المشروع اصلا يكلف. يمكن تصل تكلفته بعض السيارات الى اغلى من المحل موجود بعض مناطق الرياض يعني. فلازم السيوله، الفكره تكون جديده وجذابه، الاصرار والعزيمه يعني بالشيء هذا. طب وافكاركم الجايه لتطوير مشروعكم وين حتكون؟ والله هو بيكون الخطوه الثانيه سياره اخرى ان شاء الله. نفس المنتج؟ نفس المنتج. بيكون في تطوير للكريب. بيكون في تطوير للكافي. من وين التطوير انتم لمس؟ يعني في ناس مثلا يعطوكم الاقتراحات حقتهم، اشياء يعني مثلا تطورونها، يعطوكم كومنتات، ملاحظات؟ ملاحظات، نستفيد جدا من ملاحظات. نستفيد من الاسواق العالميه، نشوف الشيء الجديد. جميع الاسواق العالميه كل يوم السوق يتغير، كل يوم يتجدد، وكل يوم في منافس كمان. كل يوم في منافس، اذا ما تجددت وما طورت من منتجك بتموت. طبعا اكيد احنا نتمنى لكم التوفيق في مشاريعكم، واكيد كل الدعم لكم انتم كشباب سعوديين. فعلا يعني نفتخر فيكم انكم وظفتوا اوقاتكم ومواهبكم لفتح مشاريع داعمه زي كذا. الله يجزاكم خير وشكرا لكم جميعا. شكرا. شكرا لك طبعا الاستاذ ريان قير، شكرا لك صاحب مشروع كافي متنقل، شكرا لك. حياك الله. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير لكن أكيد برنامج سيدتي مستمر في فقراته. في سيدتي بعد الفاصل، الكبار قد ينقلوا عدوى الأمراض الخطيرة للصغار، وسيدتي تعطيك نصائح مهمة للحماية.